رجعنا نتواصل معاكم من خلال فقراتنا في شاي ضحى. كثير من السيدات ينعزمون على أكثر من مكان في نفس اليوم وما يكون عندهم الوقت الكافي لتوجيب الناس، وإذا كانت مسافرة ودها أيضا ترسل هدية حق صديقاتها أهلها وتوصل الهدية بنفس اليوم والوقت اللي هي تختاره. هالشيء ممكن تسويه عن طريق أبليكيشن بليمز، وهو أول أبليكيشن مختص لطلب الزهور والهدايا والحلويات أيضا على مدار 24 ساعة في الكويت، وتوسعوا وانتشروا لين وصلوا لدول الخليج العربي. بكبسة زر تحدد المكان والمنطقة وتدفع أونلاين وتوصل الهدية، يعني ما حد له عذر أنه ما يوصل هدية أو يجيب هدية في أي مناسبة. راح نتعرف أكثر على هذا الأبليكيشن مع ضيفتي في الاستديو، لكن قبلها خلينا نتابع مع بعض هذا التقرير. معي في الاستديو ضيفتي غدير طارق، مديرة التسويق في موقع بليمز. حياك الله وصباح الورد، صباح الهدايا. صباح النور. في البداية ودنا ناخذ فكرة أكثر عن أبليكيشن بليمز. هو بداية بليمز موقع أونلاين أو تطبيق متوفر لتوفير الهدايا والورد والحلويات لجميع المناسبات، سواء في مناسبة أو بدون مناسبة، متى ما أي أحد بغى يوصل ورد، يوصل هدايا، يوصل حلويات، الطلب وايد سهل ويوصل مكان، يعني حتى المستشفى يوصلكم. نعم. اختيار الهدية يعني هل يعني في خيارات محددة عندكم في الابليكيشن، ولا ممكن ان انا شاريه هدية وبيكم انتم تغلفونها لي وتحطونها في بوكس مميز وتختارون شيء ايضا بوكيه مميز للهدية اللي انا اصلا شاريتها؟ هو هذا السؤال غالبا يجينا همن. احنا عادة بس الطلبات اللي تصير تتم من عن طريق الموقع تكون اوريدي جاهزة من المحلات، فالمحل هو يصمم الهدية، وفي هدايا مناسبة حق كل المناسبات، يعني مثلا سواء احد بيقول حق احد شكرا، انا اسف، مثلا هدية ولادة، ففي مثل يعني هدية مخصصة حق اي مناسبة، فهذيلا في منهم تشكيلة كبيرة تقدرين تختارين اللي يناسبك واللي يعجبك، فان شاء الله ما راح يعني يلاقون كل شيء هم يحتاجونه عن طريق هذا الموقع. شنو كان الهدف الاساسي من انكم تسوون تطبيق بليمز؟ هو بداية الفكرة جت من ايماننا بالابتكار، ويعني مثل ما تقولين اغتنام فرصة. احنا شفنا في فجوة بالعرض والطلب في سوق الزهور بالكويت، وبعدين حبينا ان نسد هذه الفجوه بتوفير الموقع الالكتروني او توفير الخدمات مبتكره، ان تقدر تسهل على الناس ان يوصلون هديه او يعني ورد. فقمنا سوينا هذا الموقع ويعني عشان نسد هذه الحاجه، وهي يعني بالضبط عبارة عن أن إحنا جمعنا أكبر عدد من محلات الزهور المحلية بالكويت، ويعني قاعد نلاقي وايد طلب على هالموضوع. في إقبال. إيه في إقبال بالضبط. يعني الناس محتاجين هالنوع من المواقع، وخاصة أن طريقة التعامل وطريقة الدفع تكون وايد سهلة بالنسبة لكم. بديتوا من الكويت غدير، وبعدين انطلقتوا للخليج، شلون جت هذه الانتقالة وما خفتوا من التوسع؟ لأن أحس مسؤولية. هو صراحة لما شفنا نجاح بالكويت فقلنا أن هذه فرصة أن ننقل التجربة نفسها حق دول الخليج، والحمد لله توفقنا يعني. نعم. فهي يعني في طبعا صعوبات، يعني مثلا انيتي للسوق المحلي، الصعوبات اللي واجهناها كان انه شلون تثقفين السوق انه مثلا هذه المنصة عندكم موجودة، وايد اسهل من ان انت تروحين محل وتختارين ويمكن ما تلقين اللي تبينه، بالعكس انت تلقين كل شيء اونلاين وتقدرين تطلبين، فشلون تقنعينهم ان هذا اسهل وتطلب اونلاين، تدفع كينت، تدفع كريدت، وهذا يعني هذه هي طرق الدفع عندكم. اي بالضبط. وفي كاش؟ ما في كاش. ما في كاش. إيه. كينت او كريدت كارد. حلو. وبالنسبه للصعوبات حق برا يعني دول الخليج، كانت ان البنوك المحليه طريقه التعامل مالتها غير البنوك المحليه عندنا. فمثلا اذا قلنا بالكويت نستعمل كينت اكثر شيء، وهذا يعني بناء على الدراسه ان اغلبيه الكويتيين او يعني اغلبيه سكان الكويت يتعاملون مع الكينت.
هناك مثلا عاد يعني ما عدا البحرين الدول الثانيه ما يتعاملون كريدت كارد، فهذا يعني هذه الصعوبه اللي واجهناها كان اكثر شيء مع البنوك المحليه. حلو. اي بس يعني تطبيقكم ما خلى حق اي احد عذر انه مثلا انا مسافره وفي وقت مثلا يكون عندك مناسبه لا تدزي لي هديتي والورد اللي عندي وتوصل اونلاين وتدفعين اونلاين وتوصل بالضبط. الهديه. ايش كثر يسعدكم هذا الموضوع ان انتوا قاعد ترسمون البسمه في الناس في وقت مناسباتهم وتشاركونهم هذه الفرحه المميزه؟ جدا يسعدنا صراحه، يعني احنا كل ما يجينا يعني كلام او يعني ردود افعال من الناس انه يقولون لنا ان احنا وايد مستانسين او يعني انتوا قاعد تحلون لنا يعني مشكله او انتوا انقذتوا حياتنا، عرفتي؟ اوكي. فوايد لان في تصير ان الحياه وايد مشغوله، يعني حياتنا اليوميه الحين وايد غير عن قبل، فما صار في الوقت اللي الكافي انك تقدرين تروحين وتوجبين كل شيء تسوينه بنفسك، فاونلاين الحين سهل عليك وايد، انت للحين قاعد توجبين بس انت بمكانك. او ساعات يعني ممكن انا رايحه استقبال وبس اكون بلويه الصالون قاعده اجهز نفسي وبلبس وميك اب وشعر، اختار الهديه والورد اونلاين وممكن الهديه توصل قبلي بعد بالضبط واروح انا مرتاحه. بالضبط. وهو هذه يعني هذا هدفنا ان احنا نبي كل من يكون يعني كل من يوصل كل من صح. بسهولة ويعني تكونون معهم مناسبتهم السعيدة بس بكل سهولة، يعني حتى إذا أنا برا الكويت أقدر أدز هدية وأونس اللي أحبهم واللي يحبوني فعلا. فهذا هو. بالنسبة للشروط اللي حاطينها لانضمام محلات الورد والحلويات لأبليكيشن بليمز، هل في شروط معينة؟ إحنا عادة ما عندنا شروط، بس الشرط الوحيد إنه يكون مسجل، يعني يكون المحل مسجل لأنه وايد يسهل علينا، ما نقدر نحط محل مو مرخص، بس غير هالشرط وايد الموضوع سهل. وعندنا على الويب سايت أي أحد يقدر يدش على بليمز.com يقدرون يدخلون يسجلون المحل مالهم، يسجلون طلب واحنا نراجع الطلبات، عندنا الفريق مالنا المختص يراجع الطلبات ويكلمهم يتواصل معهم، ويعني هذه الاستراتيجيه اللي قاعد نستعملها من اول ما بدينا. تتعاملون مع الهوم بزنس؟ يعني اشوف انا الهوم بزنس قاعد ينجحون في الفتره اللي طافت وفي اقبال على شغلهم، يعني انا قاعد اشوف ان الناس اول شيء اذا يفكرون بيسوون مفاجاه او اي شيء يدخلون الانستغرام يدورون ويشوفون، فهل في تعامل بينكم وبين الهوم بزنس؟ هو يعتمد اذا حسب الكواليتي مالت الهوم بزنس، لان احنا هم عندنا يعني في تبين جوده معينه تقدمينها حق الناس، فما تقدرين تجازفين، وهم نحتاج انه يكون مرخص، اذا كان مرخص فبالعكس والجوده تناسب الموقع، لان يعني اهم الشيء اللي عندنا المتميز ان احنا نضم من يعني افخم المحلات بيع الورد والهدايا والحلو، فالشيء الموجود عندنا يعني اجود الانواع. حلو. مهتمين بالتفاصيل بالجوده بالضبط، الكواليتي يكون وايد عالي بالضبط في الهديه وحتى شكل البوفيه او البوكي عفوا. ممكن تسوون بوفيه ولا بس ممكن ترى ممكن تاخذين ورد حق البوفيه بالضبط وكيكه. في وايد ناس يعني احيانا ينخدعون في الامور اللي يشترونها اونلاين. أنا بكون صريحة، هل في وصف للبوكيه يكون وايد دقيق في الابلكيشن؟ يعني ساعات احنا نطلب شغلات الصورة كبيرة وحلوة يوصل لنا الشيء وايد صغير، فالوصف واضح عندكم؟ الوصف واضح وعادة يكون في حجم البوكيه أو عدد الورود أو مثلا البوكيه مع كاكاو أو ما مع كاكاو، فهالأشياء تختلف، طبعا تصير مرات إنه يكون من المحل يطلع مثلا شيء يعني ما صدف انه صار نفسه بالضبط، بس بهالحاله نتواصل مع المحل وهم يقومون يعني الشيء المطلوب. نعم. صادفكم موقف نفس هذا انه مثلا وصلت الهديه وصل البوكيه وان الزبون ما عجبه الموضوع او قال طبعاً مو نفس اللي انا طلبته؟ طبعا هذه تصير طبعا، ويتواصلون معنا واحنا نتواصل مع المحل، ويعني وهذا الشيء دائما احنا نحاول نسويه، لانه بالنهاية احنا اهم شيء عندنا عملائنا ونبي نرضيهم، وما نبي ان الجودة تكون اقل من المطلوب، فهذا هو يعني دائما نحاول ان اللي يوصل يكون هو الموجود على الموقع. كم محل الحين قاعد تتعاملون معاه بالنسبة للورد والحلويات؟ الحين المحلات اجمالا فوق ال 110 محلات، وان شاء الله احنا في توسع مستمر، يعني دائما ايه
في خطوه يعني جايه ان شاء الله قاعد تخططون انه راح يكون في توسعه اكثر برا الخليج مثلا؟ والله حاليا احنا بس قاعد نركز على الخليج، متى ما كبرنا بالشكل يعني المناسب بالخليج او الشكل اللي احنا متوقعينه ذيك الساعه نقدر، بس ان شاء الله يعني ليش لا؟ ان شاء الله. شنو الهبه الحين في تزيين الهدايا وفي الورد؟ اكثر شيء يطلبون الناس عندكم في الموقع؟ والله في وايد اشياء، يعني ما اقدر اقول شيء واحد وايد يطلبونه، لان في وايد اشياء تنطلب وفي انواع يعني حسب السيزن. يعني مثلا بس اللي لاحظته انه مثلا في ناس وايد يحبون زهره الاوركيد لانها وايد فخمه وراقيه وتعيش مده طويله، فدائما يطلبونها لان مثلا راح تعيش اكثر يعني من شهر او شيء كذي، فيفضلون ان ياخذون شيء يقعد ويظل موجود، وان هم يعني هي رمز فخامه زهره الاوركيد. بس معظم الاشياء صراحه يعني حيل حلوه، اغلب انا من وجهه نظري ان اغلب الاشياء اللي تنطلب بتكون مثل عباره عن باكج، يعني مثلا ورد مع كاكاو وكيكه، فهذا يعني حلو. قاعد نشوف تفاصيل عن الموقع واختيار حتى نوع الورد. ايه؟ هل ممكن انا اصمم البوكيه اللي ابيه عن طريق موقعكم بليمز؟ تقدرين تختارين البوكيه، هو البوكيه يكون موجود اوريدي، تختارين البوكيه، تصممين الرساله اللي تبينها. يعني مثلا اذا خلينا نقول انا ما ابي بس اقول شكرا، انا ابي مسج معينه، راح تكتبين المسج اللي تبينها ويوصل البوكيه على مثلا البوكيه معروض لونه احمر، انا بخاطري والله اخليه ابيض او بينك، ممكن يكون في تغيير يعني اطلب طلب خاص يعني هو في تغيير؟ راح تلقين اغلب البوكيهات الالوان متوفره. يعني أوكي. ايه فيكون مثلا في بوكي وردي، في بوكي من نفس التصميم، من نفس التصميم بالضبط. اوكي ايه. حلو، يعطيكم الف عافيه غدير، نورتيني في شاي الضحى. شكرا لك. راح ننتقل معاكم لفقره ايضا مميزه من فقراتنا في شاي الضحى، والوزن والحفاظ على الوزن لازم يكون عن طريق الاكل الصحي. هذا اللي راح نتعرف عليه من وصفه خاصه وصحيه من مطبخ مع حد دسمان للسكري.